هذه إنفينيتي. في هذه الحلقة سنتعرف على الحقائق الأكثر إثارة حول مصر، وكذلك الأشياء الشيقة التي اكتشفها علماء الآثار مؤخراً. هيا بنا. لنبدأ باكتشاف مثير في مصر. أنا أتحدث عن قبر مجهول تم العثور عليه مؤخراً، يبلغ عمره حوالي 3500 عام. لهذا السبب يهتم الناس بشكل خاص بالاكتشاف. يمكن أن تنتمي إلى الأسرة 18 التي ينتمي إليها الفراعنة توت عنخ آمون وإخناتون، من دفن في وادي الملوك. بالطبع سيكون شخص ملكي، على الأرجح أنها أميرة أو زوجة فرعون أو أحد أقارب الملك توت. هذه هي النسخة التي طرحها أحد المؤرخين الذين شاركوا في هذه الحفريات. كما هو معروف تزوج الملك توت وتم العثور على بناته في قبره، لكن زوجته لم تكن هناك. مع ذلك فإن فرص اكتشاف الحقيقة أقل بكثير من المعتاد. الحقيقة هي أن القبر في حالة سيئة بسبب سلسلة من الفيضانات والكوارث الطبيعية التي حدثت له خلال إقامته الطويلة تحت الأرض. غريب غامض. تعد مستوطنة سقارة من أكثر الأماكن شعبية بين علماء الآثار، لأنها توجد حيث وجد الناس الكثير من الأشياء المثيرة. في سبتمبر 2020 وجد العلماء الذين ظنوا أن هذا المكان قد استنفذ 13 تابوتاً بداخلها مومياوات. بحلول أوائل أكتوبر من نفس العام ارتفع هذا العدد إلى 59 وتجاوز الآن عدة مئات. كما وجد العلماء أيضاً مجموعة متنوعة من التماثيل، وتم تصوير الإله بتاح سوكر على 40 تمثالاً. كان يعتقد أن التماثيل تتمتع بقوة سحرية وتساعد في العثور على ولادة جديدة بعد وفاته. في 20 تمثالاً آخر وجدوا صورة لحورس إله السماء المصري، الذي تم تمثيله كرجل برأس صقر. ولكن من بين التماثيل التي عثر عليها كانت هناك أرقام لا يمكن تفسيرها بسهولة. تم كتابة اسم بونوموس عليها، لكنها لم تعطي العلماء أي أدلة. حتى الآن لا يزال العلماء يحاولون فهم من كان هذا الشخص المجهول في مصر القديمة. شخص ما يعتقد أن هذا كان أحد أبناء الفرعون، والبعض الآخر يقول إنه لم يكن موجوداً. إذا كان لديك رأي خاص شاركه في التعليقات. القبر القديم. في العام الماضي عثر بالقرب من أسوان على مقبرة عائلية منحوتة في الصخر. وجدت 20 مومياء محفوظة جيداً من الفترة اليونانية الرومانية. من الواضح أن الموقع قد نهب منذ زمن، لكنه لا يزال ذو قيمة كبيرة، حيث عثر على مجموعة من القلائد القديمة والتماثيل النحاسية وطاولة القرابين المستخدمة في الطقوس. كما تضمنت المكتشفات أوان ونقالة مصنوعة من النخيل بالإضافة إلى الكرتون. كما احتوت المقبرة على مومياء طفل. لماذا تم وضعها في هذا المكان الغريب؟ وكان الطفل من؟ لا يزال ذلك غير معروف. صور المومياوات. في نفس العام 2022 اكتشف العلماء لأول مرة منذ 115 عاماً صور مومياوات مصنوعة من ظلاء الشمع. عثر على صورتين كاملتين وصورتين غير مكتملتين في موقع نصب تذكاري قديم، وهو مقبرة في مدينة في مصر. تم رسم اللوحات على أكفان من الكتان. من السهل معرفة أن أولئك الأشخاص ينتمون إلى الرتب العليا، حيث أن هذه الصور باهظة الثمن ولا يتحملها الجميع. يظن مؤلفو الدراسة أنه رسمها فنانون من الإسكندرية، وهي مدينة مصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما عثروا على تماثيل لآلهة الحب وكتابات البرديات والكتابات اليونانية. قبر موجه نحو الشمس. يعود تاريخ هذا التالي لعام 1830 قبل الميلاد. أتحدث عن قبر غير عادي تم العثور عليه في مقبرة النبلاء والكهنة في تلك الأوقات. ومع ذلك فإن النقطة هنا ليست الآثار القديمة للاكتشاف، وليس أن القبر يخص شخصاً رفيع المستوى، بل أنه كان موجهاً لنقطة شروق الشمس في الانقلاب الشتوي. تم تصميمه بحيث تصل أشعة الشمس إلى تمثال الحاكم. من المعروف أنه بين المصريين ارتبطت الشمس ودورتها دائماً بالولادة الجديدة. يرمز الانقلاب الشتوي إلى انتصار النور على الظلام، وعادة ما يتزامن الانقلاب الصيفي مع فيضان النيل. كان كلا التاريخين ذا أهمية كبيرة لثقافة مصر. بناء على هذا الاكتشاف كان الناس وقتها يعرفون كيفية حساب موقع الشمس واتجاه أشعة الشمس. استخدم المهندس المعماري القديم أبسط الأدوات كعمود يبلغ طوله حوالي المتر ومعه مربع، وهكذا قام بحساب اتجاه القبر والكنيسة والتمثال.
وإن كان من المفترض أنه ليس قريباً من الدقة، كل هذا معاً سمح للمهندس بتحديد حجم القبر حتى لا يتداخل مع المقابر الأخرى. بالحديث عن فيضان النيل، هل تريد أن أخبرك شيئاً مثيراً حول هذا النهر؟ هناك نظرية مفادها أن قدماء المصريين عرفوا كيفية تنظيم تدفق النيل لتسهيل البناء. قاموا بتحويل بعض المياه عبر قناة بحر يوسف وخفض منسوب المياه. إذا احتاجوا العكس استخدموا سدود القناطر التي رفعت مستوى النيل بسرعة هائلة. هذه ليست نظرية بسيطة ولكنها حقيقة مثبتة. ليس بعيداً عن المقبرة الملكية وجد علماء الآثار العديد من السدود التي تم إحضار مواد البناء عبرها إلى الأهرامات. لاحظ العلماء أن المواد المساعدة تم توصيلها بواسطة الماء. تم قطع الكتل الأساسية للأهرامات مباشرة هناك. بشكل عام لعب نهر النيل دوراً لا يصدق في حياة القدماء المصريين. لقد كان نقطة مرجعية ومؤشراً لما يتعين عليهم القيام به. مثلاً في عهد الفرعون زوسر اندلعت مجاعة رهيبة بسبب الجفاف. على الأرجح لهذا السبب قرر السكان المحليون وقتها بناء هرم للتضحيات لسلف الآلهة. بشكل عام كان قدماء المصريين يؤمنون بشدة بآلهة مختلفة، كما كانوا يعبدون فراعنتهم. أحدهم المعروف جداً كان توت عنخ آمون ومعروف باسم الملك توت. قد يبدو أن الاهتمام به قد تضاءل منذ زمن، لقد اكتشف الناس وحفروا كل شيء، لكن القصة لم تنتهي. أتعلم أنه توفي عن عمر يناهز 19؟ لقد صنعت أفلام كثيرة حوله لمحاولة كشف سبب وفاته الحقيقي، كما استشهدوا بصورة الأشعة عام 1968 وأضافوا نتائج الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب. كل هذا جعل المرأة يصدق أنه أصيب بجروح بالغة في الضلوع بالإضافة لكسر في ساقه. كان من المحتمل جداً أنه قتل في حادث مع عربة من نوع ما. لإكمال القصة أود أن أقول لا تتسرع في تصديق هذا. وذكرت مجموعة بحثية أخرى أن الفرعون لم يمت بسبب اصطدامه بمركبة بل لسقوطه منها. بدلاً من ذلك رأوا هجوماً من قبل فرس النهر، وهناك أيضاً نسخة أبسط. ربما عانت مومياء الفرعون على أيدي اللصوص وعلماء الآثار السود خلال الحرب العالمية الثانية الذين كانوا مهملين لجسده. لكن في رأيي النظرية الأكثر إثارة هي أن سقوط الملك عن العرب كان شبه مستحيل، لأنه كان يعاني من حنف القدم وبالكاد يستطيع الوقوف بمفرده. لتأكيد ذلك توجد حقيقة أنه كان هناك 130 عصا في دفنه، والتي من الواضح أنه استخدمها طوال حياته. ربما مات بسبب زواج القربة. أظهر تحليل الحمض النووي أن والديه كانا أخاً وأختاً، لذا فإن جسده الضعيف لا يستطيع تحمل بعض الأمراض، على سبيل المثال الملاريا. كتل متحركة مع الصوت. أعتقد أنكم شاهدتم في الأفلام كيف تقوم الشخصيات بتحريك الأشياء الثقيلة بمساعدة عقولها. قد يبدو الأمر غير واقعي، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. من الممكن نظرياً تحريك الكتل، إن لم يكن بمساعدة قوة الفكر فبمساعدة الصوت، وكان ذلك ممكناً منذ زمن بعيد في مصر القديمة. أجرى العلماء المعاصرون تجارب عديدة التي اكتشفوا فيها أن الصوتيات يمكن أن توفر مساعدة لا تقدر بثمن في التحليق. في البداية رفع العلماء أصغر الكرات الممكنة، وبمرور الوقت زادوا قطرها. برغم أنه يبدو غير ضروري إجراء العديد من التجارب، إلا أن العلماء يؤكدون لنا أنها مفيدة، لأنه في كل مرة تم استخدام طريقة جديدة للرفع. حطم فريق واحد مشارك في مثل هذه التجارب الرقم القياسي لحجم الجسم المرتفع باستخدام 3 محولات صوتية تولد موجات من ترددات مختلفة. عندما اندمجت الأمواج أحدثت تياراً من الاهتزازات التي أبقت الجسم في الهواء. استخدمت مجموعة بريستول مصدراً صوتياً وعاكساً يسمح للكرة بالعودة بسلاسة إلى مكانها. عليك أن تعترف بأن التوصل إلى طريقة للرفع والبدء في نسبها لمصر القديمة فكرة مشكوك بها. أنت هل تعتقد أن هذا قد يكون صحيحاً أم أنه لا يمكن حدوث شيء كهذا في مصر القديمة؟ صيادو الصقور. في يناير 2019 عثر الباحثون على مجمع غامض، أو بالأحرى معبد مصري يتكيف مع نظام المعتقدات. يعود تاريخ ذلك لحوالي القرن 3 قبل الميلاد. من هذه الفترة استقر الأشخاص الذين كانوا بهذه المنطقة وبدأوا بالقيام بأشيائهم. هنا عاش البيليميون.
كانت قبيلة نوبية بدوية. في هذا المعبد المصري وجد العلماء حرابهم وتماثيلهم على شكل مكعب وشواهد مع تعليمات متعلقة بالدين. وكان أبرز ما تم اكتشافه هو 15 صقراً داخل المعبد، معظمها مقطوع الرأس. وقد سبق للعلماء أن صادفوا طيوراً مدفونة في هذه المنطقة، ولكن كانت هذه الحال الأولى أن حدث كل هذا في المعبد ودفن العديد منها دفعة واحدة. كما أن العلماء وجدوا نقشاً على المسلة يترجم على النحو التالي: من غير المناسب غلي الرأس هنا. ربما لأسباب دينية قام الناس وقتها بدفن وتحنيط ورسم الصقور. حديقة للميت. خلال دراسات عديدة واجه المؤرخون لوحات جدارية غريبة تم رسم الحدائق عليها. كان الناس قد رأوها فقط في الصور، وبعد سنوات من البحث وجدوا أخيراً شيئاً منها في الواقع. أنا أتحدث عن إحدى الحدائق الجنائزية المصرية الشهيرة. وفقاً للمؤرخين يبلغ عمرها حوالي 4000 عام. إنها قطعة أرض مساحتها 2×3 أمتار، وتقع على مساحة مفتوحة مرتفعة عند مدخل القبر الحجري. الحديقة مقسمة إلى قطاعات مستطيلة، كل منها حوالي 30 سنتيمتر مربع. داخل القطاعات وجدوا بذوراً مختلفة وبقايا جذور النباتات. اعتقد المصريون القدماء أن الموت كان خطوة حتمية ومهمة للغاية في حياة الجميع، والتي يجب أن تمر باحترام ودقة. كل الأشياء الموضوعة في القبر ترافق المتوفى في هذا الطريق وفي العالم الآخر. كلها ليست بالصدفة وتحمل معنى مقدسا مهما. في هذه الحديقة كانت هناك أشياء لطقوس تتضمن القرابين، الأشياء التي يفعلها الناس لتسهيل الأمر على المتوفى. هذا كل شيء. أخبرني إن زرت مصر من قبل في التعليقات. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.